السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة الصخيرات، مدينة الصخيرات مدينة الخيرات، هنا الدخلة ديال البياج الرباط الأداء، وهنا كنشوفوا الآليات اللهم بارك خدامة، وكنشوفوا الأشغال ديال التوسعة ديال القنطرة اللي كتهبط من مركز مدينة الصخيرات في اتجاه لونفيتريت اللي كيؤدي للطريق الساحلية. وصراحة أنا الطريقة دي اللي كانت كتعرف واحد الاكتضاض كبير، فجا الفراج وهادشي كيبشر بالخير. هادشي إلا كان كيأكد شي حاجة فهو كيأكد الحنكة ديال المسؤولين والرزانة ديالهم على المصلحة العامة. كنشوفوا أن الطريق هذه توسعات واللي غتولي تهبط لنا جوج ديال السيارات وتطلع لنا جوج ديال السيارات، غنحاول نقربكم أكثر. هنا في اليمن كنشوفوا البياج اللي كيدخل من تمارة عين عتيق للصخيرات، وهنا الطريق اللي كتهبط للبحر مباشرة، وهنا عندنا البياج اللي كيدخرج من الصخيرات وكيدي للرباط عين عتيق. للتذكير فقط، فراه بالنسبة للبياج الصخيرات عين عتيق فكاينه 5 دراهم، كنظن واش 5 دراهم ولا 4 دراهم. هنا كنشوفوا طاكسي صغير ديال الصخيرات، فصراحة أمر يثلج الصدر، امر اللي كيفرح بزاف اننا كنشوفوا القنطره المؤديه من مركز المدينه في اتجاه الطريق الساحليه لونفيتريت، اللي غتكون واحد المكسب كبير، خصوصا كنهضروا على واحد الكم هائل ديال السكان اللي صراحه مشى لمدينه الصخيرات. امور اللي هي زوينه، امور اللي غتخفف العبء على الطريق هذه. فانتم كتشوفوا الطريق كيفاش دايره، اللهم بارك. هادشي اللي غنقولوا الاخوان، اللهم بارك والله يسخر الامور. والله العظيم لمني كنشوفوا مشاريع كبيره كتوسعه القناطير، كالانفاق، كمشاريع كبيره صراحه اللي كاينه في مجموعه من تراب المملكه، صراحه امور اللي هي مزيانه. في انتظار انه نشوفوا حويجات اخرين اللي يخفوا العبء على المواطن، كذلك بزاف الحويجات، ونتمنوا من الله الخير، نتمنوا من الله الخير وتمشي الامور بخير وعلى خير. هانتوما كتشوفوا القنطره ديالنا فين وصلات، يعني مساله وقت فقط وغادي تطلق القنطره وغدوز عمليه الاسفلت هنا كما كتوضح الصوره. فالله يسخر الامور يا ربي، ونطلبوا الله تمشي الامور مزيان. هذا هو اللي كاين، العملية ديال التوسعة مستمرة وهادشي كيبشر بالخير، والله يكون مع الناس اللي مساكن تا هما كيتقاتلوا على طرف الخبز هنايا، واللي تحت هاد أشعة الشمس الحارقة، الله يدير لي فيها الخير. وكما كتشوفوا حتى الدخلة ديال البياج ديال الصخيرات فغتغير بواحد 20 متر قبل من الدورة الأصلية، فباش غتولي الدور مباشرة للبياج هنايا. الله يسخر الأمور. واش غنقول لكم، ما تنساوناش من الاشتراك والبارطاج باش يوصلكم الجديد. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.